السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح System of Differential Equations Elimination Method، طريقة Elimination Differential Equation. قبل ما نشرح نقول شوية حاجات مقدما. يعني احنا عارفين ان التفاضل بالنسبة ل X كنا نقول مثلا دي Operator Method دي Y هو عبارة عن دي Y by دي X، او نقدر نقول هو y داش، يبقى كل الداش بتمثل dy by dx. طيب في السيستم ده هنشتغل تفاضل بالنسبة ل t مثلا، فاذا الثيتا بتاعتنا لو انا مثلا ثيتا y هي عبارة عن dy by dt، okay. او نقدر نقول ان هي عبارة عن y dot، يبقى ال y dot دي بتمثل تفاضل بالنسبة ل t. ايه خطوات الحل؟ خطوات الحل: لو المعادلة كانت differential equation homogeneous، يعني هنا في x مثلا x اهو dot يعني تفاضل بالنسبة ل t ناقص 3y equal to 0، دي equation رقم 1. equation رقم 2 هي دي given طبعا 3x ناقص y dot تساوي صفر. تمام، ده طبعا مسألة سهلة، فكل اللي انت بتعمله انك بتشيل الدوت وتحط مكان الثيتا، يعني ثيتا يعني دي اكس دوت تبقى ثيتا اكس، اوكي، ناقص تلاتة واي بيساوي صفر. تحط اكس تحت الاكس والواي تحت الواي، ترتيب بتاعهم يبقى 3 اكس ناقص ثيتا واي. طيب ايه المطلوب مني بعد كده؟ احنا قلنا دي طريقه الاليمينيشن، يعني بنشيل واحد من الاثنين يا اما الاكس يا اما الواي ونعوض في الايكويشن. احنا هنشيل الاكس. طيب ادي معادلتين، هنشيل الاكس ازاي؟ التلاتة اللي تحت دي موجبه، التلاتة دي موجبه، يبقى نضرب فوق بسالب 3. بعد كده الثيتا دي موجبة، ماشي خلاص سيبها زي ما هي، اضرب تحت في الثيتا بحيث ان شكل المعادلة بقى يتغير ونشيل الاكس. يعني بص كام، تضرب فوق في سالب 3 المعادلة هتبقى سالب 3 ثيتا اكس، تضرب المعادلة كلها طبعا، سالب 3 في سالب 3 موجب 9 واي بيساوي صفر. المعادلة الاولانية اضرب تحت في ثيتا هتبقى 3 ثيتا اكس ناقص ثيتا سكوير اوكي واي بتساوي صفر. لو لاحظت ان طريقة الإليمينيشن ميثود دي اسهل طريقة طبعا، ان الاكس راح خالص، اجمع بقى الطرفين هتبقى 9 ناقص ثيتا سكوير 9 واي، يعني 9 واي ناقص ثيتا سكوير واي بتساوي صفر. تمام، لو خدنا الواي عامل مشترك هيبقى 9 ناقص ثيتا سكوير اوكي بيساوي صفر. ممكن ناخد السالب بره برضه عامل مشترك، بحيث احنا نبسط يعني المعادلة، سالب بره عامل مشترك هيبقى ده سالب وده موجب، في مشكلة؟ إذا كده ضربته في المعادلة، لو ضربت السالب واي في السالب 9 هيبقى موجب 9 واي، ولو ضربت السالب واي في موجب يعني المعادلة ما اتغيرتش. ونضرب الطرفين في سالب، دي طريقة برضو يعني لذيذة يعني، فشلنا السالب ده خلاص، بقت المعادلة بقت 9 زائد ثيتا سوري ثيتا سكوير ناقص 9 اوكي اوبريتنج على واي بتساوي صفر. اخدنا احنا في الدرس قبل كده الاوبريتنج ميثود، ف هي نفس الفكره يعني، فدي عباره عن واي كومبلمنتري طبعا، من غير ما اكتب الواي كومبلمنتري هي عباره عن واي كومبلمنتري لان ده بصفر اوكي. طيب فاذا تقول let اوكي ان الواي كومبلمنتري دي بتساوي exponential مرفوع الاس ام
طبعا ده اللي في تي، لان احنا بنتعامل مع ثيتا. اوكي عايز اخلي دي معادلتين لفوق دول. اوكي عايز انقل دي فوق. نكمل حل. طبعا ده حل بالخطوات، يعني تبقى ام سكوير ناقص 9 تساوي بالصفر، يبقى ام سكوير تساوي 9، يبقى اذا الام هتساوي موجب او سالب جذر 9، يعني هتساوي 3 سالب 3. يبقى اذا لما تقول y complementary او ال y يعني هتساوي حلين مختلفين، يبقى كونستانت واحد في اس الحل الاولاني مضروب في تي، زائد كونستانت التاني مضروب في اكسبوننشال سالب 3 او الحل التاني مضروب في تي. ماشي، ادي الواي كومبلمنتري. طيب نعمل ايه بقى؟ احنا دلوقتي احنا شلنا الاكس من المعادله، شلنا الاكس من المعادله، نيجي على المعادله اللي فيها الواي دوت. الواي دوت يعني واي متفضله، دي الواي، واي كومبلمنت الكومبلمنتري هي الواي. اوكي بس مسميات بس مش اكتر. يلا نيجي بقى المعادله دي، انا اخترت المعادله دي عشان هي فيها الواي دوت. ماشي، فاقول اكس بتساوي 3/3 مضروبه في واي دوت. حلو كده، يعني تلت مضروب في تفاضل الواي بالنسبه للتي. طب ايه المعادله اللي فيها واي بالنسبه للتي؟ هي دي، مش معادله الواي اللي احنا جبناها دي فيها تي؟ دي يو ستاتا تي، يو ستاتا تي سالب تاتا تي. يبقى اذا علاقه الاكس بالنسبه للواي هي تلت في تفاضل الواي بالنسبه للتي. يبقى اذا الاكس عباره عن اتي، تلت مضروب في تفاضل واي بالنسبه للتي. ادي الواي، تعرف تفاضل ده بالنسبه للتي الكونستنت زي ما هو، يعني سيبه زي ما هو. تفاضل اكسبوننشال، لو عندك اكسبوننشال مرفوع على اس الفا اكس مثلا، تفاضلها with respect to x هو عبارة عن تنزل الباور اس الفا اكس زي ما هي. ده كل اللي بتعمله في الاكسبوننشال. ده بالنسبة لإكس. بالنسبة لتي نفس الكلام، يعني دي باي دي تي اس ام تي، ام ده عدد يعني، هتساوي تنزل ام خلاص، و اكسبوننشال تبقى زي ما هي، تنزل بس الام. اوكي تمام. طيب الكونستنت هنا زي ما هو، ادي سي واحد. نيجي على الاكسبوننشال، هننزل الباور بتاعها هتبقى 3 اهو، 3 و اكسبوننشال زي ما هي. طبعا ده مضروب يعني مش هيفرق الترتيب، يعني زائد سي اتنين، هننزل الباور ده، الباور ده بالسالب في الموجب، يبقى ممكن نشيل سالب الموجب ده نحط سالب، يبقى سالب 3 تنزل اهي مكان الموجب. الاكسبوننشال زي ما هي، اهي سالب 3. هو ده الحل المطلوب منك، هو ده الحل المطلوب منك. ادي انت جبت الواي كومبلمنتري او الواي جنرال سولوشن، ان الواي جنرال سولوشن هنا مفيش هنا واي بارتيكولر، لان الداله عباره عن داله بتساوي بالصفر، بتساوي بالصفر، يبقى اذا مفيش حل واي بارتيكولر. يبقى الواي جنرال سولوشن هو هو الواي كومبلمنتري، هو هو الواي. خلاص جبنا الواي، عايزين نجيب الاكس. هو عباره عن جبنا المعادله دي عشان فيها واي دوت، تمام، فاستخدمنا المعادلة دي عوضنا فيها يعني ان الاكس عبارة عن تلت واي دوت، يعني تلت تفاضل الواي بالنسبة للتي. ادي الواي جبناها، من فضلها بالنسبة للتي جبنا الاكس، واحنا كده حلينا المعادلة، او ده حل المعادلة.